مرحبا، يعطيكم العافية. اليوم حنعمل قمح مسلوق بيتاكل، ونوع من الحلويات بنعمل للولاد بس يطلعوا سنانهم سنينية. من قلة أنا عندي كيلو قمح مقشور، هلأ بدي أحطه بالطنجرة وغسلهم. هيدا كيلو قمح مقشور، هلا اغسلهم وانقعهم ساعتين بمية السخنة وبرجع نشوفكم. هلا رجعت لكم بعد ساعتين نقع للقمح. هو في ناس بتعلق عليهم دغري بس بياخدوا وقت على النار، فالافضل انه اللي بيعرف حاله انه بده ينقع يساوي قمح ينقعهم قبل بوقت، اوفر للوقت على الغاز. هلا بدي اغير لهم ميتهم، انا حطهم لحتى يستوي. هلا غيرت لهم ميتهم، حطيت لهم مي، غمرتهم. هن شبعانين مي لانه كانوا منقوعين، ما بدهم مي الا يعني فغمرتهم بشوي. هلا بدي ادور عليهم النار، وما بياخدوا وقت كثير ليستوي لانه هو مقشور القمح. استووا معنا ونفشت حبتهم، وهلا بدنا نسكب كاسي ونفرجيهم كيف السكب وشو بنحط لهم. هلا ما مثل ما شفتوا سخنين، ما بيتاكلوا الا سخن. انا بدي اسكب هلا، هاي الطريقه. هلا حضف لهم انا ملعقتين سكر مثل ما بتحبوا حسب الذوق. برجع بضيف لهم الجاز. برجع ضف لهم زبيب، اي نوع زبيب، اشقر اسود ما بيأثر. برجع ضف لهم اللوز المفروم لانه الصنوبر كتير عنا غالي، في 500 ألف الكيلو. برجع بضيف لهم فستق الحلبي. وبهالشكل هيدا بصير انا برجع بضيف لهم من ماء الزهر، بيعطيهم كتير نكهة طيبة. وهيك صارت جاهزة معي الكاسة للتقديم، وألف صحة وهنا عليكم.